السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، وحياكم الله وأهلا ومرحبا بكم بحلقة جديدة ويوم جديد. اليوم كاميرا برنامج بين الناس حبت أن تكون بين الأهل والناس والأحباب، اليوم من أمام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اللي تعتبر بيت المواطن العراقي. المواطن العراقي اللي محتاج راتب رعاية، قرض، غير من الأمور يوجد في داخل الوزارة، ترويج معاملات، نريد نشوف الناس ما مدى مساعدة دوائر الدولة بمعاملات المواطن وغيرها من الأمور. وغاية برنامج بين الناس هي إيصال صوت المواطن العراقي، لكن خليكم ويانا. أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم مرة ثانية وبرنامج بين الناس، وبعدنا متواصلين بين الشباب اللي موجودين حاليا من أمام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. السلام عليكم. سلام. شلونك؟ الله يسلمك. شلون صحتك؟ والله بخير. شدك اليوم مشاكلك؟ والله جينا على مود مال الرعاية، عمود القروض. ايه. وازدحام والله. ايه؟ واحنا مصورنا، شوفه بعينك التصوير. صورت شنو التصوير هذا؟ هاي داخل القاعة. اي يعني يعني 300 400 شخص بقاعة. شوف لحد الآن؟ لحد الآن أنت طب شوف. حاليا منتظرين نداء من قبل الوزارة، نريد نشوف. وين خلي كاميرتك تحكي انت طب جوا راح ندخل قدام هذا التصوير. احنا من يا مكان؟ انا من بغريب. من بغريب. الله يحفظك يا رب. شلون كان الترويج داخل الدائره؟ ترويج معاملتك عمي صعبه كلش، ازدحام، ماكو ما حد يستقبلك، موظفين قاعدين وهواي عالم. الله يكون بعونك. شكرا جزيلا. السلام عليكم. شلونك عمي؟ شلون صحتك؟ جاي تبرد؟ قلبك حار من ورا الضيم. يا ضيم، الضيم مال اللي جوا المعاملة. ايه ليش؟ هو اكو نظام زين، من الساعة بالستة الصبح الى الساعة بالعشرة وسبع دقائق انا طلعت. من الستة الصبح تدخل؟ الستة الصبح انا واقف هنا، الساعة بالسبعة طبيت. زين. طبينا بالساعة للساعة بالعشرة كل شيء ما مسوين احنا. زين. يعني ستة للعشرة بعدك حتى ما مقدم المعاملة؟ ولا مقدم معاملة، اخر شيء استلموا المعاملات كانوا يقولون بعد عشرة ايام تعالوا. بعد 10 ايام. بعد 10 ايام موظفين اثنين بس. ايه؟ وكل حل ما سووا. الله يحفظكم يا رب. الله يسلمك. عملتك بخصوص شنو عمو؟ مال القرض 8 ملايين. نشوف اقبال من المواطنين بموضوع القروض. طبعا هي كلها تدور القرض والتسهيل. اكو يعني فائده شيء؟ شنو القرارات اللي انتم قريتوها؟ ما قرينا اي قرارات، رحنا على الانترنت سجلنا عشان يقولون بدون فوائد. بدون فوائد. وتسديد يعني مليون و600 بالسنه. بالسنه مليون و600. مليون و600 يعني اكو موضوع انه اذا استلمت، اذا استلمت السلفه يتم قطع راتبك؟ هو من عنده راتب. اه. واللي عنده راتب يجي، ما عنده راتب يجي. الله يكون بعونك. الله يسلمك. شكرا جزيلا. يا وسهلا. نحاول قدر الامكان انه ندخل الى دار الى وزاره العمل. سوي فضل اذا تدخلون جوا وخلي، لان العالم قامت تصور وتبث. شوف يا رئيس الوزراء، شوف يا رئيس. شكرا جزيلا. السلام عليكم. شلونك حبيبي؟ حبيبي. شلون صحتك؟ الله. شلونك؟ زين. الله يسلمك. شنو بيدك استماره؟ انا قرض قبل 10 ايام قدمت. قدمت استشاريه. ايه؟ اليوم يلا بس زخم. اليوم شنو؟ اليوم يلا طلعت الاستشاريه بعد معاناه. زين، ايش قد شو وقت راح تستلم؟ والله بعد قله بعد من ينفتح القروض والله تقدم. زين. هاي استشاريه ما تقديم. هاي الاستشاريه يعني هاي الهوسه كلها، وهاي بعدنا النوم مره ثانيه نقدم. يعني كملت الفايل مالتك؟ كملت. بعد ذلك ترجع عم تقدم فايل؟ اقدم فايل مره ثانيه. ها وهي معلوماتك واحده؟ هاي غير معلومات واحده. نوب مره ثانيه من تفتح القروض اروح افتح اقدم مره ثانيه. زين. اي هذا شنو الضمانات اللي بالمقابل؟ والله ما قرينا اي ضمانات، هاي تقدم قبل بس قدمت. المهم تاخذ لك فشي تعيش من اي ما هذا. الله يحفظك حبيبي. شكرا جزيلا. حبيب. السلام عليكم. شلونك؟ الله يسلمك. شلونك؟ زين. شلونك؟ الله يستراك. وين ما وين اليوم؟ والله جينا على القروض هنا، اعطونا موعد يوم 30. عبانا جاي تتمشى؟ لا يا نتمشى. ما ضايق؟ ليش ما ضايق؟ ذا خريج وقاعد صار اربع سنوات. شلون ما ضايق؟ الله يكون بعونك. جينا قالوا قروض مفتوحه، اعطونا موعد يوم 30 بالشهر. ايه؟ اليوم 30 صادفت العاشوريه يوم 10، فجينا اليوم. جينا اليوم هسه قدمنا، اكو عالم قبل قدمت قالوا لهم 10 ايام وتعالوا. شو ابو ال 10 ايام ظل واقف 10 دقائق وطلعت مات. واحنا 10 ايام وتعالوا. زين اوكي، هو يوم 1/9 قالوا تنفتح القروض. زين بخلال هاي ال 10 ايام احنا شلون راح نستلمها؟ شلون نحصل على الاستشاريه؟ هم يعني انطوا مده اقصاها 10 ايام بالتقديم والاستلام. واقف يمنا اخذ فاير روح 10 ايام وتعال، اخذ فاير روح 10 ايام وتعال. وينك هيك حكي؟ وينك 10 ايام وتعال؟ هسه غير نظام، غير سرعه،
الموظف يفتر منا كي يطلع من الحديقه، العالم تعبر من السياج، ماكو اي نظام، ماكو واحد من ورا واحد من قدام، ما اعرف شنو، ما اعرف شنو المشكله، ما اعرف يعني. الله يكون بعونك والله. هسه احنا واقفين هنا 10 ايام ونعرف، ما اعرف شنو. اليوم اجينا وغايتنا هي ايصال صوتكم، ايش حاب توصل مناشده من خلال البرنامج؟ والله احنا كل شيء ما نريد، بس نريد التنظيم والترتيب داخل الدائره، حتى الموظف من يجي يستلم اللي يريده ويطلع. احنا ليش تاخذ الفايل مالتي 10 ايام وتجي؟ حتى مصداقيه ماكو. من يقول ان الفايلات راح تبقى بمكانها؟ من يقول ان الفايلات راح وين تروح؟ وين تروح؟ اكيد هسه ورا الدوام شفت تلقاها بالزبل، حاله حال التربيه مثل ما قدمنا عليها. يتم الخير بوزاره العمل انه يتم الاسراع، يتم الاسراع. اكيد طبعا، هي اكيد بلكت الله، بلكت الله. نعم اعزائي المشاهدين، ممنوع الدخول. نعم اعزائي المشاهدين، حاولنا انه ندخل الى وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه، لكن عدم الاستجابه لبرنامج بين الناس، وما راح نقدر ندخل بامر من وزارة العمل. لكن بنفس الوقت رسالتنا إلى سيد وزير العمل أنه المواطن العراقي بأمس الحاجة لموضوع القروض. يعني مثل ما لاحظنا قبل قليل المواطن يقول أنا استلم الفايل مالته ويقول لي روح، ما أعرف شنو الإجراءات، يعني ما أعرف يتصل بي ما يتصل بي، ما نعرف. كل هذا بعد بقى ما بين وزارة العمل والمواطنين. بنفس الوقت ترويج المعاملات لهذه الناس يعني هذا يعني أصبح صعب. المواطن العراقي من يجي يقدم فايله بهذا المكان مثل ما لاحظنا قبل قليل انه المواطن يقول انا ما اعرف فايلي وين يروح. فنتامل خير بيا السيد وزير العمل بالموظفين الموجودين انه هلت الهله بالمواطن العراقي. بعدنا متواصلين ياكم وبرنامج بين الناس، لكن فاصل وراجعيكم. نعم اعزائي المشاهدين، بعدنا متواصلين ياكم وبرنامج بين الناس، واحنا اليوم من امام وزاره العمل. حبينا انه نترخص من الشباب الموجودين واللي نادوا الى داخل الوزاره، لكن بنفس الوقت مثل ما قاعد نلاحظ نشوف زخم المواطنين، عدم ترويج المعاملات للمواطنين، نلاحظ تواجدهم بهذا المكان. واحنا نرجع ونقول غايتنا هي ايصال صوت المواطن العراقي وين ما يكون. سلام عليكم. سلام، شلونك؟ الله، شلون صحتك؟ سمعتك تقول انا يردون من عندي كفيل. زين، ويا هو عاطل عن العمل والنوب كفيل. زين، شلون ترام هاي؟ ما ترام؟ اي زين، صعبة هاي ان شاء الله. لو ولا كفيل زين، هو فقير ما عنده، شلون راح يسدد الامور؟ زين هسه حاليا وين راح نشراي؟ رايدين الرعاية تنفتح. هي هاي مال عاطل عن العمل. هي تمشي الامور وانتم بعد اعرفون شروش سووا. قدمت فايلك انت؟ قدمت فايل، روح 10 ايام وتجي. تروح 10 ايام وتجي؟ اي 10 ايام تلقى مشمور. اجيت بال 10 ايام بعدين؟ بعد تو حظك، يعطونك وصل. هي تروح تراجع اكو ماكو، ما اعرف. واكو عالم عندها وصولات من 2016 و2000. هذا الوصل اللي شفناه احنا قبل قليل. زين، يعني موجوده معلوماتكم هاي، ليش بعد يقول لك 10 ايام مره ثانيه؟ لا، هذا اللي عبن صار ازدحام. شلونك؟ هلا. هذا باسمك؟ اي هذا الي. اي عبن صار ازدحام، قالوا له 10 ايام، بس انا جيت اول ما فتحت كان يعني خفيفه شويه، اعطوني اياه نفس اليوم، مقدمت ذاك الفايل واعطوني هذا الوصل. زين، هذا الوصل اللي هو يعتبر التمهيدي لاستلامك. اي لاستلامك للقرض. اي نعم. مو؟ اي نعم. بعد ذلك شنو الاجراء الثاني؟ هو ايش وقت ما يعلون الموازنه يخابرون، اخذوا رقم تليفوني يخابروك، يقول لك تعال جيب الكفيل مالتك وسلم القرض. الله يحفظك يا رب. خليك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. مشكورين، مشكور. السلام عليكم. عليكم. شلونك؟ شلون صحتك؟ عيونك. شلون الاوضاع؟ الله يحفظك. اليوم من امام الوزاره، ايش عندك؟ والله رايد. تعالي جاي، تعاي. شلونك؟ على راتب. اي اي والله. عندك راتب ما شنو؟ رعايه اجتماعيه. راتب ما رعايه. وقدمت؟ اي والله قدمت على الانترنت. اي قلت بلك يا الله. راتب اللي هو القرض؟ لا والله راتب. قرض ما عندنا، ما اريد. يا مواليد؟ مواليد 77. مواليد 77؟ اي والله. شنو تشتغل قبل؟ عماله. عماله؟ اي والله. يعني منين ما اجيبها؟ الحمد لله والشكر. الله يكون بعونك. الله يحفظك. الله يحفظك. شلونك؟ الله يسلمك يوم، الله يرضى عليك. اليوم عود على القرض، يقولون ما تستحق القرض. ليش؟ ما ادري ايش قد عمري ما هذا، سووا لي ورقه رعايه، ما يسووا لي رعايه، وانا مهجوره هاجرني رجلي. ورعايه ما سووا لي، ما سووا لي رعايه يا امك. اي عمري كبير. ليش مو تستحقين انت؟ والله كم نفر انتم؟ كم نفر؟ انا خمس سبع نفرات احنا، ابوهم هاي باقين سته، ولدت ابني اثنين. ابوهم ايش بي ابوهم؟ ماكو شغل. قاعد. اي وعدي وليدي هميني. أيه. واحد راح لك فدوه هسه يا بابا. الله يرحمه. هو اللي عايشني. فلسه رجيت على هاي ما ينطون رعايه. قالوا مالك رعايه امك. مالك رعايه. وهسه هاي على القرض هميني، يقول لي مالك قرض، سوالي هاي ورقه وبعد انا والله. سوالك ورقه شنو؟ هاي شوفيها. يقول اي هاي. اي
هاي ورقه شنو سووا لك اياها؟ عود مال قرض وما اعرف بعد مال قرض؟ إيه؟ هاي البدائيه انت قدمتي فايل ايش يعني هسه؟ اي قدمت فايل ما اخذوا فايل فد اخذوا الورقه هاي مال الانترنت اللي قدمتيها بالانترنت إيه فد رعايه ما انطي يقول لي ما تستحقين لو ارمله هاي الورقه انطوك اياها مال القرض لو مال الرعايه مال القرض ما انطاني رعايه امك والقرض يردون منك كفيل شلون؟ ما ادري الله الكفيل ونعم بالله اجيب واحد كفيل الله الكفيل ونعم بالله الله يسهل عليك الله يسهل عليك نحاول والله يما احنا حاولنا ندخل بس ما قبلوا ادري غريطون رعايه للماعده للماعده غريطوها رعايه المكسوره وين تروح لها عقد الله تكمشلها جيها تجدي بيها يا الله يرضون الله موجود الله يكون بعونك هسه رعايه يعني اذا طب هسه للرعايه ما ينطوني رعايه اذا اقدم ما ينطوني يما قدمي هسه اقدم هسه عندي الفايلات انت ايش اسمك فائزة عباس ان شاء الله الوزير يسمع صوتي عافية الله يرضى علي ان شاء الله والله احنا ردنا ندخل هسه بس ما يعني ما نعرف شنو الاجراءات اللي عندهم هسه قدم يعني عريضه جوا وياهم اروح قدمي استفسر من عندهم وان شاء الله الله يرضى على الوزير وابو الوزير وانتهم يعني هسه اروح ليابا شكرا جزيلا نعم اعزائي المشاهدين بعدنا متواصلين ومن امام وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه ومثل ما لاحظنا وشفنا معاناه الناس ومشاكلهم بنفس الوقت المواطن العراقي يقول انا منين اجيب كفيل؟ انا ما عندي كفيل، انا كاسب، اكو امور قاعد تصير صعبه على المواطن العراقي، في بدايه الامر شفنا المواطنين ومعاناتهم بسبب ترويج معامله القروض، المواطن العراقي بامس الحاجه لراتب الرعايه. نتامل بكم خير. انت ايش عندك مناشده؟ الدوله رئيس الوزراء والرئيس اركان الجيش والوزير الدفاع. انا ابن مقدم طيار. استشهد بشمال بغداد. وتفجر بيتنا اول شيء شغلت البيت راح حقه قيم القاضي 3 ملايين اجى القاضي الثاني قيمه مليون واحنا ذابين عليه بال85 مليون طلعنا مناشده على قناه العهد ونفس الحاله قالوا راح يستجيبون وراح يسمعون النداء من 2013 اسوي معاملات واجيب كتب وقابلت بامان تسر العام وقابلت سكرتير الوزير يقول انتظر الموازنه قلت له انتظرت الموازنه وتاليته يقول انت من تريد تعين ما تريد فلوس قلت له عيني سوي لي شيء رسمي انا ابن مقدم طيار فدى نفسه للشعب وبيت تتفجر واحنا خمسه اثنين متزوجين و14 نفر بالبيت عايشين على راتب والدي زين بهيك حاله انا من 2013 اراجع وكل سنه تضحكون علي وتقولوا لي ماكو تعيين والتعيينات الولد الضباط الكبار الولد الرؤساء جيب ابن عمك جيب ابن خالك وروح ناشد اليوم من خلال برنامجنا اناشد وزير الدفاع ومصطفى الكاظمي وامانه السر العام لان قدمت بامانه السر العام ب 2013 فريق حامد عطيه وافق علينا ودازن لامانه السر العام اراجع يقول لي ما لك اي شيء يمنا ليش وين انت الفن انت الفن قدمت هسه على الجديد وهم راح لامانه السر العام زين امانه السر العام هم راح ينتلفن وتاليته اظل اصرف كراوي واصرف معاملات واجيب طه الاستاذ طه يناشد وزير الدفاع وموضوع اليوم استثنائي ابن شهيد ومراجع المعاملات ومكمل كل اوراقه لكن ماكو تنفيذ بموضوع انه صرف المبالغ واستحقاقه باستحقاق الوظيفه ونعرف انه هو من عوائل الشهداء نتمنى الخير انه تراجع راجع مؤسسه الشهداء راجعت وقالوا لي جيب كتاب الرئاسة أركان الجيش جبت كتاب كتاب معنون وزير الدفاع ايش قال ايش قالوا لك بي السكرتير قلت له محمد عرفان من كان الوزير الدفاع قال لولا دماء الشهداء ما كان احنا قاعدين على الكراسي قلت له انتم قاعد تقولون هيك احنا عائله شهيد نريد نقابل الوزير يقول لي انا الوزير قلت له اريد تعيين يقول ما عندي تعيين الا على الموازنه زين الموازنه يعني حتى الحش السامع ما اريد ان نلفظ من 2013 2020 لا تقنعني ماكو موازنه ولا تقنعني ماكو اكو تعينات. اكو لعد انا الي الاولويه هاي السنه واللي هاي السنه واللي والقبل من الفيروس زين انا من 2013 2013 سبع سنوات هسه انا ب 2020 يعني هاي كلها ماكو الوباء قول صار له ثلاث شكرا جزيلا راح نحاول قدر الامكان انه نوصل صوتك من خلال البرنامج السلام عليكم هلا ابو اخوي شلونك يساعدك شلونك قلبك زين تعال عمي تعال استاذ رحم الوادي قدمنا فايلات قدمت فايلات قالوا ما عاطين العمل وهاي شرفك تروح تلقاهم بالزباله انت لقيتهم بالزباله؟ ليش؟ يعني مثل ما قاعد تلاحظون زين بيا مكان شامرين الفايل هذا والله بالزباله يقول الموظف يقول الزبال ما ادري هذا انس حقي صديقي اللي وياي احنا ثلاثه جايين هسه ذن الفايلات شوفين ذن الفايلات اجل الله عشاء زين انت عليك الله دخلت كراوي من هناك وجاي شنو معناتها؟ زين
جيش رحنا جيش دامنا 14 من فرقه من 2014 لحد اليوم على فرقه 14 ولحد اليوم كل شيء ماكو نام مشبع نوم وفوقها يسوي لك تعداد وامور وكل شيء هسه طينا عدمات تمشي بيه ما يعطيك عدم وين داوم انا داوم على فرقه 14 فرقه 14 متوقف حاليا حشد وزاره الدفاع متوقف حاليا قعدنا هاي بس نروح ونجي داومنا حشد من 2014 شمال بغداد مال مشاء مال طارميه وهاي صار لنا من 2014 لحد عندنا قتلة وعندنا شهداء وعندنا كلها وليش ما طلعنا هسه عاطلين عمل ما يطلعونا لا بهاي ولا بهاي وصابات والقاعد قاعد من كتل كتل عنده 8 جهال 4 جهال ولسه كل شيء ماكو يعني يصير عاد توصل هاي مناشدتنا لو هذا وصل مراجعه استماره الاستشاريه واسم المقدم لهذا الموضوع اسمه انس حق اسماعيل جيلاني ف يعني انس حق اسماعيل مشمور الفايل مالته ومقصوص بهذا الشكل وصديقه بنفس الوقت هو اللي شافه فايله لو غيره كان ما نقدر ندخل حبيبي ما نقدر ندخل والله ابن عمي بس انت امن هاي اهم سعينا قول عمي الحشيد الجيش يعني احنا صار لنا 100 سنه يعني دوله ماكو والله الدوله بس على الفقير اقسم بربع وندق عماله فوقها نجمع مال عماله نروح على يا مكان انا من الطارميه من هالطارميه اي شلون ما هنا طارميه والله بخير ما بي إدارة رعاية طارمية؟ والله ابن عم احكي لك الصحيح إيه؟ كل من عقاله ويا عشرة ومن جوا جوا انا اللي احكي لك انا اكون هناك تعال شوف هناك بالطارمية وشوف إيه؟ ولد خير ولد خير وكله وكل شيء ماكو امان بس هي هالعالم حش سامع النفاق والدجل مالته صار وكلنا متأذين خليني اوصل الثق بالله غرفة واحدة عندي الثق بالله بعد فابن عمي انا اريدها من هاي مناشدة منك قول لهم عمي اكو شخص بالطارمية شاب احمد جميل كل عمي ما خليت واحد ما رحت له فانت ام اخونا واريدها من شاربك من هاي العين يوصل صوتك من خلال البرنامج السلام عليكم شلونك والله يسلمك شلون الله يخليك اليوم بين الناس حبي يوصل صوتكم ان شاء الله الله يسلمك رحم الله يحفظك احنا بس عندنا قضيه على مود السيد رئيس الوزراء هذا ان شاء الله الشريف الكاظمي ان شاء الله نحلفه عليه باشر محرم واستشهاد الامام الحسين سلام الله يكون يسمعنا ان شاء الله على مود الاراضي احنا قاعدين بتشول والله قدمنا ابوي معاق وتعبنا وقدمنا وستالي متالي يقولون القاعد الصحه تريد هاي اليوم حماد شاب احنا قدمنا على بلديه الزهور الحسينيه بلديه الزهور بلديه الزهور هسه تقول مو بيدنا بيد رئيس الوزراء الكاظمي وهسه احنا ضالين والله بتشول قاعدين زين انتم تم اختياركم شنو شريحتكم كملنا ذوي الاعاقه ابوي معاق وقدمنا وكملنا المعامله وهسه شي يقولون والله وزاره الصحه يردون الموظفين احنا ناس تعبانين وقدمنا هسه يقول لازم كتاب رئيس الوزراء رئيس الوزراء وين يتحصل فنطلب من رئيس الوزراء الله يرضى عليه ان شاء الله يتدخل بهاي الشغله الله يحفظك اي والله ناس تعبانين قاعده بالايجار والله يوصل صوتك وشوف العلاجات هاي كل علاجات وهاي علاجات اي والله انا والدي مريض واختي واخوي اليوم جاي للرعايه بسبب هذا الموضوع لا مو بسبب الموضوع عندي مال رعايه بلكت مال اخوي زين. اي والله زين انت خوش مفرغ نفسك للمعامله والله حليت العماله وجيت هسه العماله وجيت نهار اي والله الله يكون بعونك الله يستر عليك شكرا جزيلا الله يحفظك شلونك عمي؟ شلون صحتك؟ ليش ما تعرف؟ والله ما اعرف تعرف؟ ما اي والله ايش عندك اليوم؟ والله عندي مراجع مال تحديث اي جهه السدايده طب حدث اي حدث فيديو اي مال تحديث كون الله يزيدوها يكون يعطونا قرض اذا هي حاسميها الله يعلم من الاول ان حسمت القرض هسه تخلي على هذا يعني تروح تقدم على القرض زياده القسمك ماكو ليش؟ ماكو غير استحقاقك هذا انت فقير؟ ابد مو فقير لا ما طلع راقب امس الحاجة ابد لا 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 والله ابد مو فقير يقول لك هذول مسجليها هم بس هذا جماعة وتروح انا قصدك مشيت كملت الاسماء شلون؟ مو اسماء احنا بعدنا مقدمين وقالوا 1-9 شلون عرفت شلون عرفت منه وبعدين؟ قدمنا قبل سنتين ثلاثة على قرض يابا احنا تعبانين ماكو تطلع اسامي ما ادري مين يعني جيب لك اسامي ما اعرف مين وخليها اي واحد هذا يعني قصدك انه اذا تقدم ايه؟ على معامله القروض ايه؟ انت وحظك اي جو من العلياوي اي هيجي من العلياوي زين هي الان اتعجب انت تشوف هسه طب جوه هسه يعني هسه عفوا والله ما ادري يعني قول عمي قول عمي نلم لهم للرعايه احنا ناخذ هذا ناخذ شو اسمه الراتب مال الرعايه نلم لهم نسوي تعال شوف هاي تعال شوف هاي يعني انت الرعايه لو طاب معسكر مال هذا انضباطي هذا التراب والتراب اي والكرفانات وهذا ادري معسكر زين
طاب يعني مال هذا اديد يسوي لكم شارع والناس زهرات وحتى يجي هي هاي يعتبرها مال فقير انت مو خال المنطقه الخضراء هاي بيت المواطن اي بخال المنطقه الخضراء ايه. فلان قاعد وفلان ايه. وفلان قاعد ومسوي لهم هذا الشط وش اسمه وهاي هاي الفقير فقير من يجي يشوف هذا يقول يا باخ باوح مش قد هذا وعاد الركاب ابو الفقير هو الوزير ابو الفقره يعني فقير منه وبينه باوح هاي الحاله يعني انت تشوفها جوا زين انت شوف جوه روح شوف جوه جوه التواليت ما تقدر الهال تكرام ايش اسمه التلاب سايبه تقول عبالك طاب هذا بالوزاره بداخل الوزاره اي اي منها ومن هذا اذا هو على مود هذا الموضوع ما خلونا ندخل للوزاره اي 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 الله يحفظك الله يحفظك عمي السلام عليكم عليكم السلام الله يخليك بارك الله عندك معامله داخل الدائره اي والله على مال عاطلين صار لي 9 سنوات مقدماني كل ما اجيهم قد 9 سنوات كل ما اجيهم اي يلا شاد زين كل ما تنفتح الجسمة تجي تقدم وماكو اي ماكو ما رطيتهم الظرف مالي هذا الوصل اي ضيعوا لي اياه جوا قبل 4 سنوات وقدمت هاي السنين المبادئ قبل قليل شفنا فايلات مشقوقه ومشموله رحم الله انا كنت موجوده من فايلات من ضمن مو احنا هم غير الموظفين الموظف اللي يشقها ويشمرها ما تعرف يقول لك هم مكملين احنا هاي الاجراءات صدق كذب ما تعرف يعني ما ياخذ الفايل اللي يكمل الاجراء هو الموظف اللي داخل الرعايه يقول لك انه انا مكمل الاجراء يشق الفايل ليش مو بأولياتك ابن عمي ما ندري احنا الله شاهد احنا لقيناهن تعال عمي تعال السلام عليكم قونيه لقيناهن اللاقه كامله اللاقه اللي ورا قال هذني كاملات قلنا له عمي انت ذني اكو عالم تاخذها تطلع سيم كارتات عليها تهدد العالم استفاد من عليها ليش تسوي هيك وتذبون لا كامله نص مشقوقه نص مشقوقه احنا اليوم برنامج بين الناس اجى من اجل ايصال صوتكم استأذننا من الشباب الموجودين لكن من قبل الوزارة ما خلونا ندخل ما يخلوك إيه؟ لأنه ما خلونا نشوف النفايات أكو ابن عمك وعالم جوا صوروا الله يكون بعونك رحمة الله السلام عليكم سهل تعالي جاي تعالي سلمنا فايلاتنا يقول راح نذبها بالزبالة والله قسم الناس يقول راح نذبها بالزبالة ما نعرف ليش احنا غير جايين حال ناس على مال على التقديم غير يطونا وكل شيء ماكو لا طونا وصل لا طونا شيء روح ورا 10 أيام بس نجي ورا 10 ايام ماكو يعطيك تطيل فايل يقول لك روح 10 ايام ماكو اسمك ما تعرف هاي الف مره سويناها وكل شيء ماكو كل شيء ماكو اسم ماكو هاي هسه ما نعرف احنا وين نروح ما نعرف تعرف ما لنا صوت لمن نروح الله يحفظك يوصل صوتك السلام عليكم عليكم السلام حبيبي والله انت لو تدخل جوا وشوف هي الرعايه راد لها رعايه يعني لا تنظيف لا هوسه كلها هوسه بهوسه يعني المفروض هم يسوون هسه ارقام وكل من على الرقم مالته ها ويصيحون باسمه وتعال ادخل زين هسه احنا انطينا الفايلات مالتنا قالوا لموهن كلهن سوى لا دقون حاسبه والله طفت الكهرباء يعني رعايه ما بيها كهرباء رحم الوالديك ما عندهم مولدات قد يلا تجي نص ساعه والله نص ساعه وحاره تموت تذبح موت والله انا هنا مال عاطلين قدمت ماكو يقول 10 ايام واجي نروح للصبح قال نرد نرجع يخلينا الى 12 زين هاي ال 10 ايام يوميه تروح وترجع احنا لا نروح احنا صار لنا بس يقدم نقدمه وماكو هذا من الصبح على حد الان بس سلمناها وطلعنا وعلى حن نرجع وماكو مثل ما قاعد الاحظ شوف ماكو تراب وصاير تراب وهذا وين شنت؟ وهو جوا يمهم هاي بداخل الوزاره هيجي داخل الوزاره نعم أعزائي المشاهدين رجعنا لكم مرة ثانية وبرنامج بين الناس وبعدنا متواصلين من أمام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومشاكل الناس مشاكل الناس برنامج بين الناس يعني ما نعرف شو قد نخلص من عقدة الأعمار الكبيرة والأعمار الصغيرة مع احتراماتي للشباب الموجودين زين تشوف الرجال الكبير ومعاناته وشوف الشاب ومعاناته ريد نخلص من هذا الموضوع يعني لا بالتقاعد خلصان لا بالاسواق خلصان لا بتقديم الوظيفه خلصان ايش وقت اريد نعرف شلونك عمي الحمد لله شو صحتك الله تولنا بيها صراحه خاف اقع الله يكون بعونك اي والله شدك عمي ما بي غير العافيه الله يسلمك ويسر عليك عندي 6 بنات ولد سنين وشغل ماكو وقاعد على الطالب اليوم جيت للرعايه ايش تسوي سويت عياده حتى استلم فلوس اي بتت تريد تاخذ قروض اي انا متمشي وضعك اي والله وماكو مصرف وماكو شغل وعندي 6 بنات ولد سنين وشغل ماكو الله يكون بعونك وانا مريض بيا صرع الله يكون بعونك الله يسلمك ترجع لبيت سالم نتامل خير بسيد طيب. وزير العمل طيب السلام عليكم
يعني احنا كل اسبوع حبيب قلبي. شلون اخبارك؟ في دول قلبك الله يخليك. الله يكون بعونك. احنا شباب اساري 35 سنه ما متزوج. احنا صرنا نسحب سلفه على مود شنو نفتح لنا بيها مشروع صح. ونعيش بيها. من حقك. يعني لبوك ينطر هو والجوع ما يرحم صحيح وغلط يعني نروح نبوق يذبك سجين تروح تكتير تسلب مو ولا هم تروح لسجين احنا ولد هذا البلد لا ما تردون نقول يابا روحوا ما ولد البلد ونتشرف انه احنا ولد البلد صحيح وغلط صحيح احنا بمال حشد احنا اول العالم رحنا اي والله العظيم بس هي شنو هو ضمير ماكو صحيح وغلط هسه طب هنا كمل جماعتي كمل جماعته طبوا زين احنا شباب شنو ذا الناس من 6 الصبح يا ساعه شنو الساعه جايين بس جايين من 6 الصبح لا حد يحاكينا لا حد يجاوبنا قدمنا فايلات ايه؟ معودين يسلموا يقول لك عوف الفايل وتعال ورا 10 ايام ورا 10 ايام ورا 10 ايام هو تسد القروض بعد ماكو قروض ليش وقت نجي والله جاب صاحبه قدم له شلون تلقى بالزباله ياخذ يقول لك 10 ايام تروح تدور تلقى بالزباله يكرم الله لقيت فايلات مشموره لي ورا مشموره لي ورا مال شباب خطيه مقدمه ناس تدور تعينات ناس تريد خطيه ميته من الجوع قاتل الجوع يشتغلون على التليفون شلون يشتغلون على التليفون يعني يرد له الرقم الاستشاري ويختمه ويضمه بجيبه ليش هو مال جماعته قرايبه اي شلون حتى الكارت مال المراجعه تراجع بيه على التليفون زين كله على التليفون كل من يشتغل جماعته احنا كل شيء ماكو نروح ونرجع كل شيء ماكو ضارين كله كذب بكذب يكذبون علينا قروض وهاي وكل شيء ماكو كفيلك الله هسه طب على مود كارت يعطيك كارت شو يسوي يحط الكارتات هنا بجيبه يجي جماعته يعطي واحد كل واحد كارت ليش بس احنا ماكو بتعشوني انتم نحكي ما يفيد خويا كله فساد اداري صيح مدنا صيحنا يا معود ابو الغيره ماكو يعني يوزع الكارتات يوزع الكارتات الجماعه يوزع بس الجماعه الكارتات واحنا ضالين نباوع كل شيء ماكو لا حول ولا قوه هاي كل سنه يفتحون مال قروض ما رعايه كل شيء ما عندك مكسب عيش ما عندنا لو مكسب عم احنا ندور على شغل تعيينات ماكو ناس نعم اعزائي المشاهدين شفنا معاناه الناس ومشاكلهم شفنا معاناه الشباب وحضورهم الى وزاره العمل من الساعه السادسه. في بدايه الامر حبينا انه ندخل الى داخل الوزاره وعدم الاستجابه من اعلام الوزاره واتصلنا باعلام الوزاره وبنفس الوقت لم يستجيبوا ايضا. جينا وحبينا نوصل وشفنا الشباب اللي موجودين ما قصروا نادوا لكن بنفس الوقت رضوا دخولنا الى وزاره العمل مثل ما قاعد نلاحظ ونشوف الناس ومشاكلهم. احنا غايتنا الشباب خليكم على راسي غايتنا هي ايصال صوت المواطن العراقي. احنا اليوم اتقصدنا انه نكون بوزاره العمل ونعرف انه وزاره العمل اليوم بها القروض بها الرعايه بيئه المواطن العراقي لكن بنفس الوقت نشوف المواطن العراقي متعوب عدم الاستجابة لمعاملته رمي الفايل بالنفايات عدم المعاملة توزيع الأرقام بشكل غير صحيح وهذا كله حق الرد مكفول لكم نرجع ونقول حق الرد مكفول لكن بنفس الوقت المواطن العراقي اللي يشوفه يحكي كلنا معكم من أمام وزارة العمل إلى هنا نصل إلى نهاية حلقتنا من برنامج بين الناس في أمان الله.